لم تنجح ثورة أو حركة إصلاحية في التاريخ، ولم تنهض أمة من كبوتها، ولم يصنع شعب حضارته إلا وكان للشباب صاحب الهمة والعنفوان والنشاط الدور الأبرز فيه. كلمات نظرية معروفة ومختبرة، أعاد إثباتها الشباب الثائر في كثير من الدول العربية مؤخرا. مجموعة من الشباب العربي من مختلف البلدان زاروا تركيا خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، وعبروا عن سعادتهم لأن الشباب أخيرا تخطى حاجز العمل والتنفيذ فقط ليصل إلى الدعوة والتنظيم والقيادة كما حصل في مصر وأخواتها. دائما الشباب هم الكنز لأي دولة، يعني إذا لا يوجد شباب في أي دولة فيعني هذا يعني أن هذه الدولة لا يمكن لها أن تكون دولة متطورة. ولكن هذا الشباب الذي صنع الثورة قادر أن هو يصنع أيضا المجد والحضارات، ويقدر أن هو يبني دولة المؤسسات ويقيم، وليس في مصر فقط بل في كل الدول العربية. الفضاء الإلكتروني المفتوح وعالم الفضائيات الواسع جعل من العالم كله قرية أصغر ما تكون، فكان لوسائل التواصل الإلكتروني توأم الشباب في صناعة الحدث مؤخرا دور بارز ومؤثر لا ينفك الشباب يذكرونه. متهيألي من غير الفيسبوك والتويتر والحاجات دي كلها ما كانش هنوصل للي احنا وصلنا له، وبدليل ان هم لما عرفوا ان ده السبب قطعوا في الثورة مثلا المصرية كانوا بيقطعوا علينا الاتصالات كتليفونات او فيسبوك او تويتر او يوتيوب متأفر الحاجات دي كلها، ودي كانت بتسهل لنا جدا ان احنا نعمل مجموعات ونشارك بعض ونقول آراءنا وكأن احنا مع بعض، يعني مش لازم نتقابل شخصيا، ممكن من كمبيوتر وحضرتك قاعد في مكتبة في مكانك تعمل تفجر حاجة قضية معينة زي صفحة خالد كلنا خالد سعيد مثلا اللي قامت منها الثورة، اللي هو احنا مثلا كنا بنيجي ننزل ميدان التحرير كل الناس تدخل على تويتر عشان تشوف الناس فين وبتدخل. فانا اعتقد ان ودلوقتي في صفحات كتيرة قوي على اللي هي مثلا احزاب، وباول باول بيضيفوا المعلومات الجديدة بتاعت الاحزاب الاجندات الخاصة بتاعتهم، فيعني هذا بيساعد على ثقافة الشعب. الفيسبوك هو وجهة نظري نعمة من الله سبحانه وتعالى، وان كانت امريكية ولكنها نعمة لانها سهلة التواصل. لو نتخيل ان ما يكون هناك فيسبوك وكان المجتمع الشبابي معتمد على الوسائل الإعلامية خاصة عندما انقطع بث التلفزيون سواء كان في مصر أو في ليبيا لكان أصيب بالإحباط وانتهت فكرة الثورات. ولئن نجح الشباب ضمن فئات الشعب الأخرى في قطف أولى ثمار ثوراتهم فإنهم يدركون أنهم ما زالوا في بداية الطريق، وأن الحاجة مسيسة لإكمال المشوار بنفس الهمة والتعاون والتكامل. في درجة من الوعي عند الشباب الحاليين، في درجة من كسر تخطي الخطوط الحمراء اللي كانت قبل هي تعد خطوط حمراء وكسر الحواجز الآن بعد الثورة. أيوة، يعني أنا واحدة من الناس تجربتي إن كنت بعمل مشروع، وكنت بعمل مشروع ده قبل الثورة، بعد الثورة قدرت أقعد مع وزراء ما كانش ممكن نتكلم حتى مع مدير مكاتبهم، دلوقتي قعدنا مع وزراء عندنا لقاءات مع رئيس الوزراء نفسه، يعني فيه اهتمام جدا وبيحاولوا إن هم يستقطبوا الشباب بأكتر حاجة لأن هم دلوقتي عرفوا قيمة الشباب وإن هم ممكن يغيروا نظام كامل. مش يعني الشباب عندهم الحماس والأفكار الجديدة وكده، بس برضو لازم يبقى فيه على الأقل في البداية، لأن احنا عمرنا ما جربنا ان احنا نبقى مشاركين سياسيين بحرية وبديمقراطية وكده، فلازم يعني على الأقل ان اللي هو اللي تبتدي بان الشباب يدخلوا في أحزاب علشان ياخدوا ويستفيدوا من خبرة الناس الأكبر منهم. هو إذن عصر جديد فجر وليد يريد الشباب أن يكونوا ضمن بل في مقدمة صانعيه، حيث لديهم كل المؤهلات التي تجعلهم في كل دولة صانعي الحدث ومسيري الأحداث.